الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير حضرتك. يمكن امبارح في كلمة الرئيس أثناء افتتاحه لعدد من المشروعات اللي كلها طبعا مرتبطة بالتعليم وبالأخص كان في توجه نحو تخصصات جديدة للتعليم العالي، قال إن مستوى التعليم في مصر تحسن بشكل ملحوظ جدا وبالأخص الفترة الأخيرة ورغم كمان الظروف اللي احنا بنمر بيها. يعني حضرتك شايف توجه الدولة نحو التعليم العالي إزاي وبالأخص الفترة الأخيرة؟ زي ما حضرتك شايفه ان توجهات القيادة السياسيه كلها بتطوير التعليم الاساسي والتعليم الجامعي، حصل في السنوات الاخيره طفره كبيره في التعليم العالي، بقى عندنا تطوير ورفع كفاءه الجامعات الحكوميه، بقى في وزياده اعدادها، يعني احنا في كل محافظه دلوقتي في جامعه، في 27 جامعه حكوميه، زيادة أعداد الجامعات الخاصة والمعاهد الخاصة، إنشاء جامعات أهلية حكومية، إنشاء أو قرار في بداية إنشاء جامعات أهلية تابعة للجامعات الحكومية، إنشاء فروع لجامعات دولية. ده يفسر إن كل فئات المجتمع ممكن يعني تتعلم بالطريقه او بالمطلوب ليها، يعني الغالبيه العظمى هتخش الجامعات الحكوميه، الناس اللي عندهم امكانيات تقدر تخش الجامعات الاهليه، الناس اللي عندهم امكانيات اعلى تخش الجامعات الخاصه، اولادنا اللي كانوا بيسافروا في الخارج يخشوا فروع دوليه ممكن يخشوا هنا في مصر، وكل ده هينعكس مردوده على أبنائنا من الفئة الكبرى اللي هم بيخشوا الجامعات الحكومية، لأن ده هيديهم أماكن زيادة في الجامعات الحكومية وهيساعد على رفع وتطوير كفاءة الجامعات الحكومية. أنا عايز أتكلم في الثانية الجودة. الجودة بالظبط، أنا عايز أتكلم في هذه النقطة لأنه من الواضح إن إحنا شفنا استثمارات مرتفعة جدا في ملف التعليم العالي، ولكن هم شغالين على جودة الخريج بحيث إن هو لما يخرج يلاقي شغل، يلاقي وظيفه بنأهله لسوق العمل. دلوقتي في اربع جامعات تكنولوجيه انشأت في قرار بستة، كل هذه التطورات بتهدف الى رفع جوده التعليم، تغيير في المناهج وتعليم الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، اللي هو الجامعات الموجهه اللي هي لخدمه المجتمع، رفع كفاءة الجامعات البحثية، يعني احنا عندنا جامعات حضرتك بتبقى شاملة فيها تعليم وبحث علمي وخدمة مجتمع، وفي جامعات موجهة بمعنى ان لخدمة المجتمع، يعني يبقى فيها تخصصات بينية، فيها جامعات، فيها كليات تخدم المجتمع بتاع كل جامعة والمجتمع المصري حسب كل محافظة. ايه يعني التوجه كان كده حضرتك، ان المحافظه بيبقى فيها بننشئ فيها كليات تخدم المحافظه دي وتخدم امكانياتها، بحيث ان الطالب لما يبقى مؤهل لسوق العمل في تلك المحافظه او في مصر. يعني احنا كده احداث برامج حتى الجامعات الحكوميه بقى فيها برامج متخصصه. يعني التطوير شامل في الجامعات الحكوميه، في انشاء جامعات حديثه، في انشاء جامعات تهدف الى توظيف الطلاب وتشغيلهم بعد التخرج. فانا شايف ان في طفره كبيره، في زياده الاعداد الكليات، في تحديث البرامج، في تاهيل الطلاب للتوظيف بعد التخرج. فدي طفره صراحه يعني كبيره جدا، وهينعكس مردودها على ابنائنا وعلى التعليم في مصر كلها. يعني احنا يمكن زي ما كنت بقول في البدايه انه من 5 سنين ما كانش في ولا جامعه مصريه في التصنيف العالمي، ولكن الفتره الاخيره شفنا اكتر من جامعه دخلت داخل التصنيف العالمي في العديد من التخصصات واصبحت من افضل الجامعات على مستوى العالم كله. ايه اللي بقى طبعا احنا فعلا كان في من 5 أو 6 سنين ما كانش عندنا، ما كناش اكريديتد في التصنيف في معظم التصنيفات. دلوقتي احنا معظم اكثر من
20 او 22 جامعه من الجامعات الحكوميه وكثير من الجامعات الخاصه بقى لها رانك في التصنيف العالمي في التصنيفات العالميه اللي هو التايمز والشنغهاي والبيو اس، يعني معظم التصنيفات. ده مش كده وبس، احنا في بعض الجامعات فيها كليات في المية الاوائل من التخصصات في التصنيفات العالميه. يعني احنا مش الموضوع بس ان احنا دخلنا التصنيف، لا ده احنا محققين مراكز متقدمه. صحيح. ويكاد يكون في بعض الكليات او بعض التخصصات في المية الاوائل على مستوى العالم، فده برضو تقدم وتطوير كبير، وده يدل على ان الدوله بتتجه مش لزياده عدد الجامعات فقط، جوده التعليم ورفع كفاءته، لا، عشان يبقى في تنافسيه عالميه مع الجامعات ده بيساعد على تبادل الطلاب، تبادل اعضاء التدريس في البحث العلمي وفي الشراكات وفي المؤتمرات وفي ورش العمل، ده بيؤدي الى تطوير البحث العلمي. وصلت الفكره يا فندم. انا بشكر حضرتك دكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف.